الذي اجتمعت عليه قلوب الخلائق محبة وتعلقا، وهي كذلك مناسبة سعيدة تقوي فيها نقابة الشرفاء العالميين روابط الروحية وروابط النساب مع أبناء عمومتها بالأقاليم جنوبها، التي تعاد لها هذه الذكرى العظيمة فرصة ترحم تجمعهم بجدهم المولى عبد السلام المشيش، والتي حرموا منها لا سنوات طويلة في أيام الحماية الإسبانية والفرنسية. وزيراتهم الميمونة هذه أساسها رفع الدعاء والإخلاص والوفاء للأمير المؤمنين وحامي ملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. عبد السلام بن مشيش المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المغربية، ونيابة عن كافة أفراد القبائل المغربية الصحراوية، ونحن نتواجد اليوم بهذه الروضة الخضراء ضريح جدنا الولي الصالح سيدي عبد السلام بن مشيش، دفين هذه الأرض الطيبة من إقليم العرائش، لمشاركة إخواننا وأبناء عمومتنا في الدم والنسب والدين والانتماء لهذا الوطن. فعاليات الموسم الديني السنوي للشيخ العارف بالله سيدي عبد السلام بن مشيش رحمه الله ورضي الله عنه، ومن جهة ثانية لإحياء صلة الرحم وتعزيز أواصر القرابة والروابط التاريخية المشتركة والموحدة بيننا، والتي تجمع كل المغاربة على اختلاف أصولهم ومشاربهم. كما هو حالنا فنحن فرحين وفي قمة الابتهاج والاعتزاز بالمشاركة في الموسم الديني السنوي للولي الصالح القطب الرباني مولى عبد السلام بن مشيش، دفين هذه الأرض الطيبة المباركة، أرض الشرفاء الأخيار الذين تربطنا بهم أوثق الروابط التي لا تنفصم عراها الوثقى أبد الآبدين في مغربنا العزيز، الذي ارتدى الإسلام السمح حنيفا دينا ناهجا المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني في كنف إمارة المؤمنين، معتزين أيام الاعتزاز ببلادنا. أيها الحضور، بمناسبة انعقاد الموسم السنوي بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، فإننا نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل أن يحفظ لنا أمير المؤمنين. آمين. اللهم احفظ لنا أمير المؤمنين. آمين. وحامي الملة والدين. آمين. أمير المؤمنين. آمين. جلالة الملك محمد السادس. آمين. اللهم يا حق يا مبين. آمين. ويا ملك يوم الدين. آمين. نسألك بجاه سيد المرسلين. آمين. وبحق إياك نعبد وإياك نستعين. أولا نرحب بكم في هذه المناسبة التاريخية العظيمة المتعلقة بهذا الموسم العظيم، موسم المغاربة، موسم العالم الإسلامي ديال القطب الرباني مولى عبد السلام بن مشيش. ونفس الوقت حنا سعداء قطار، كذلك سعداء القطار ودائما القطار، لأن الرضا ديال سيدنا واقف معنا. وكذلك هنا الآن الوافد اللي جاء من الصحراء من مناطق الجنوبية يزوروا جدهم القطب الرباني مولاي عبد السلام المشيش، وهما منه وإليه العروسيين الرقيبيين مع العينين الزرقيين ولاد الدليم وشرفاء آخرين. اليوم احنا زيارتنا كقبيله قبائل الشرفاء العروسيين للولي الصالح عبد السلام بن مشيش،
هو كيدل على ارتباط ما بين قبائل الشمال وقبائل الجنوب. هناك ارتباط عائلي، هناك ارتباط عرقي، هناك ارتباط ديني، وهو نوع يثبت عن هناك وحدة من شمال المغرب إلى جنوبه، وهناك ارتباط ما بين هذه القبائل. وفي الحقيقة هو القبائل الشرفاء اللي يرجعوا لآل البيت لهم كرامات خاصة ولهم نوع خاص، وهذا تواجدنا هو يثبت ارتباطنا ما بين قبائل الشمال والجنوب وما بين وحدة المغرب. وفد جهة داخلة وادي الذهب لداوم دائما على زيارة موسم مولاي عبد السلام بن مشيش، هذا الموسم اللي يأكد صلة الرحم وترابط بين قبائل الجنوب مع الشمال وامتداد لهم في جنوب المملكة وامتداد للثانيين أيضا في شمال المملكة. هذا الموسم دائما داوموا قبائل الصحراء بمختلفهم، يعني يجوا من مختلف المناطق من مختلف القبائل اللي عندهم امتداد وعندهم أصول تمد لهذا القطب الرباني، لا علاقة دم ولا مصاهرة ولا حتى من ناحية دينية، كلهم يجوا يطلعوا الموسم مولاي عبد السلام بن مشيش، وصراحة هذا شيء يشرفنا كأقاليم جنوبية. فكانت مناسبة طيبة هذا الموسم المبارك للحضور معنا ديال الشرفاء القبات والعرسيان والأقاليم الجنوبية بصفة عامة، اللي عندهم واحد الغيرة على جدهم وعلى الوطن ديالهم. فهذه مناسبة باش كنتواصلوا، لأن الطريقة المشيشية الشاذلية هي قبل كل شيء طريقة إنسانية، والإنسان هو الأساس ديال الطريقة الصوفية اللي ورثناها من الأجداد.